أسعد الله أوقاتكم. اليوم هنعمل مناقيش الزعتر، الطريقة العادية، الطريقة الفلسطينية، وطريقة تانية للكيتو دايت. كيلو دقيق، سكر 53 جرام، 4 معالق كبيرة، وملح نص معلقة صغيرة، وخميرة معلقة صغيرة. بنقلب المكونات جيد، وبنوضع ماء فاتر 600 جرام تقريبا، 3 كوب أو حسب الحاجة، حسب نوع الدقيق. الماء يكون دافئ. نعجن المكونات جيد وبنتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. نعمل الزعتر. الزعتر بنوضع تقريبا نفس الكمية، 200 جرام زيت زيتون و200 جرام زعتر أو حسب الرغبة. ممكن نقلل كمية الزعتر، نوضع 100 جرام زعتر و200 جرام زيت زيتون حسب الرغبة. هيك بعد ما خمرت بعد 10 دقائق بنقطعها إلى قطع صغيرة، يعني حسب ذوقكم الحجم. بننتظر 10 دقائق أخرى وبنفردها. الطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة، هذه الطريقة الفلسطينية. بنحمل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية، نوضعها بالرف الأوسط. المدة حسب نوع الفرن، ممكن نوضع جبنة عليها، ممكن شو ما بدنا. تقريبا تأخذ 10 دقائق، لازم احنا نرقبها. وهذه مع الجبنة، كتير روعة مع الجبنة أيضا. هيجي بنعمل للكيتو دايت. عندنا هان السمسم، وعندنا ماء ساخن بغلي يعني، وعندنا بيكربونات الصودا، وعندنا الملح. هذا كل شيء. واحد كوب من السمسم 150 جرام، ممكن مضاعفة الكمية. نطحنه يعني ما يطلع الزيت منه. نوضع قليل من الملح، قليل من بيكربونات الصودا، نص معلقة صغيرة. نطحنهم مع بعض، يعني نطحنهم، ما بدنا اياهم يكونوا مثل الزبدة، يعني يكونوا مثل هيك، يعني يكونوا. نوضع ماء ساخن ثلث كوب 80 جرام، ماء ساخن يعني تقريبا ساخن جدا يعني. بنحرك المكونات جيد. طبعا ممكن مضاعفة الكمية، ممكن عمل بشكل عشوائي، ولكن أنا من شان التصوير وضعت القالب، لكن هو غير ضروري القالب، ممكن بشكل عشوائي نعمل، يعني الموضوع بسيط وسهل. نجيب زيت الزيتون والزعتر، طبعا الكميات اختياري حسب انتو كيف ذوقكم بتحبوا الزعتر يكون كتير او قليل حسب ذوقكم. وضعنا زيت الزيتون مع الزعتر، نضعه بالاعلى وبندهنه. يعني كتير الموضوع بسيط وكتير لذيذ مع الزيت والزعتر. ممكن نوضع خضار، والجبن هو اختياري، ممكن نوضع طماطم او فطر حسب ذوقكم، هو هذا اختياري، ولكن بيعمل طعم كتير روعة. نوضع الجبن. بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية. نوضع الصينية بالرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، لازم تترقبوها من فرن لفرن يختلف. هذه هي المكونات، هيك أصبحت جاهزة بعد 15 دقيقة. لازم تترقبوها، ممكن يحتاج أقل شوية أو أكتر شوية حسب أنتوا كيف بتحبوها. الأفضل نتركها تبرد قليل، ولكن هيك أصبحت جاهزة. فرجيكم كيف ممكن نقدمها بالخضار. فرجيكم كيف من تحت هي. هذه هي الزعتر سادة، هذيك بالجبن، وهذه سادة، شايفين كيف محمرة. انتو التحمير حسب ذوقكم. شوفوا كيف من تحت.
كتير، هي بسيطة، مكون واحد. وهذه بنشوف كيف من الداخل، يعني كتير نتيجة حلوة، كتير هي سهلة وبسيطة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس المشتركة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى أن يشتركوا بالقناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.